السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم غادي ناكل وصفه جديده كما شفتوها في الصور تاع قطايف بشكل عصري وجديد. ما نطولوش نروحوا للمقادير. عندنا قطايف كاوكاو محمص ومرحي بهذه الطريقه، هذه سمن ولاباطا فيلو. وبالنسبه للسيرو عندنا كاس تاع سكر، زوج كيسان تاع ماء وقرص. انا نروح نحضر السيرو ونعاود نولو في طريقه التحضير. يا راني هنا وجدت لاباطا فيلو ديالي، راني حليتها. روحوا لها غير بالعقل باسكو تعرفوا لاباطا فيلو بزاف سونسيب. حليت 8 ورق، شاك بوده ندير فيه زوج. مرة نروحوا دوكا للعمليه. ندهن السطح تاع لاباطا فيلو تاعي بالسمن. غير من النار من الفايده ما نقطوش بزاف، هنا في البدايه فقط. دوك نحط لها الورقه الثانيه. نزيد ندهن الورقة الثانية. فوالا، وهذه الأخيرة ما ندهنهاش، نخليها هكذا. ونبدا نحط نقطع هكا القطايف. دوكا نديرو لها الكاوكاو، نرشوه ثاني نفس الطريقة هكا على كاع بين حطينا القطايف. نروحو نروليو نديروها قبل هكا في البداية مليح. دوكا نروح نحطها في السنيوة ونعاود نزيدو نديرو واحدة أخرى معاكم. إذا ناخذ البوده تاع الاول تاع الفيلو، دائما لازم تغطوا لهم، خلوهم شاهدك على الهواء. نبدا نقطع فيهم، نحلهم قبل الاطراف هادو اللي فارغين وما نقطعهم بالشكل اللي راح تشوفوه. دوكا نقطعهم بهذا الشكل. تحبوا
نفس الشكل. ثم نقطع الاخرين بنفس الطريقه ونولو من الفوق وندخلوهم للفرن. نعم فوالا، قبل ما ندخله للفرن لازم ندهنو كامل السطح هدايا بالسمن، تنقرهم كامل هكا حتى لتحت. اذا هانيك اللحظه اللي بعد ما شرب بعد ما دهنتهم بالسمن، دوكا نحنديرهم في الفرن اللي سبق لي وسخنته على درجه 180، وحين نتلاقاو بعد ما يخرجوا باش نشربوهم ونسيروا. اذا هانيك القطايف ديالنا بعد ما خرجناهم من الفرن، فقط كملاحظه انا شعلت لهم على من تحت طابوا لي من تحت، ومن بعد شعلت لهم من الفوق، وما شفت بلي الاطراف الداخليه كانوا مازال ما طابوش، على الوجه درت خرجتهم ودورتهم على ظهرهم وخليتهم يتحمروا من الجهتين. هذه فقط كملاحظة. دوكا نروحو نشربوهم بالشربات بطريقة تزيين نشوفوها فيما بعد. نسقيوهم هكذا بالشربات أو على سيرو. خلوهم يشربو مليح. خليهم هكذا يشدوا، نديرو لهم طريقة التزيين، أنا خيرت هاد الطريقة، هي يستحسن لو كان يكون عندكم بيستاش، تجي هايل، أنا حندير نخليو القطايف ديالنا يشربو مليح الشربات ديالهم، وراح نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. اذا هاوليك الشكل النهائي تاع القطايف ديالنا نهار اليوم، يعني بحله جديده، ندني لكم هكا الكاميرا باش تشوفوهم. نصدناهم بنواد كوكو والاخر تزين بالكاوكاو، ويستحسن لو كان يكون عندكم بيستاش يخرجوا بزاف شابين اكثر. اذا هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا جيم ودخلوا لنا كومونتير. ايضا الناس اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا في القناه مع الضغط على زر الجرس باش يحصلكم كل جديد. هذه فوالا دونك، صحه فطوركم وصحه رمضانكم، الى الملتقى في وصفات جديده.